بعد تهديد السلطات الحكومية بإزالة منازلهم التي يسكنونها منذ سنين عديدة بذريعة إقامة طريق جديد في منطقتهم. نحو 70 عائلة في منطقة الطاش جنوبي الرمادي في محافظة الأنبار مهددة بأن تلقى في العراء بلا مأوى. عمي هاي 25 بيت بس جوا الشارع، مالتي ومال اخوتي، والله عدناها بالضيم وراح كلها تتدمر، وهاي منها 40 بيت، يعني 65 بيت كلها راح تروح، وناس فقره وناس تعبانه وتشتغل عماله ورواتب والله ما عدنا. سكان منطقة الطاش أكدوا أن الشارع المنوي إقامته يعد عملية تهجير جديدة بعد نزوحهم سابقا بفعل العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش التي شهدتها محافظة الأنبار. يعني شو نصير احنا؟ انت هجار، وين نروح؟ على ايران؟ نروح على السعوديه؟ ما حد يلفينا عمي، ما حد يلفينا، نبني خيام؟ ما نبني خيام ملاشيه. مسار الشارع الجديد تم تغييره من قبل الجهات الحكوميه المختصه باتجاه المنازل في منطقه الطاش لاسباب مجهوله بحسب شهاده سكان المنطقه. هذا شارع صار له سنتين اكثر يشتغلون بين الاولى والثانيه، ما ينحرق كل شيء ما ينحرق. وشو حولوا علينا وضرب قياعنا الزراعيه. وضرب بيوتنا وما ندري الفيلم شنو، جابوه من حبانيه يقول يربط من حبانيه الى 35، هذا المطار حولي، الشارع حولي، ودمرنا. وين نروح احنا؟ احنا مهجرين والنوبه متهجر. الجهات الحكوميه في محافظه الانبار قالت انها ستقوم بتعويض سكان المنطقه، لكن السكان قالوا انهم ابلغوا بترك منازلهم بالقوه ومن دون اخبارهم عن اي تعويضات أو مأوى جديد. وصلنا إلى نتيجة أن يكون الأضرار أقل ما يمكن، وحتى هؤلاء الذين تضرروا لدينا خطة في معاونتهم على إيجاد مساكن بديلة. قوة دقاقة لازم تحكي، ودورية غصبا عليك أرض لرضك، ما تقدر تحكي. أي واحد يحكي اطلع برا، لا تغرب، يعني عبالك أني مو مواطن. معاناة جديدة تضاف إلى جملة المشاكل التي يعيشها سكان منطقة الطاش جنوبي الرمادي، بدءا من النزوح القسري ومرورا بنقص الخدمات الأساسية وصولا إلى تهديدهم بالتشريد وطردهم من منازلهم بالقوة.